وانا كده بفرح زيادة عن اللزوم اعيط. انا كمان ازعل افرح اجوع اعيط. طب اقول لك على حاجة، انت تعيطي احسن. اصل انا سقطت في اختبارات الكليه. سقطت؟ يعني الرجيم ملوش لازمه؟ يا لهوي في حاجه يا باشا؟ مفيش عسكري، استنى انت بره دلوقتي. ماشي يا باشا ماشي. دبشة اعمل ايه؟ انا دبشة امر كبير. الشنطة جاهزة يا رئيس؟ شنطة مين يا رئيس؟ يا غبي، شنطة الراس. أهم حاجة تركز معايا، الخطة كالتالي: أنت هتاخد الشنطة وتسبق على الأتوبيس المكيف، أول ما توصل تداري الشنطة مع العفش وتحجز لنا تذكرتين، التذكرة بتاعتي قدامه والتذكرة بتاعتك مرمي ورا خالص. سماعه جنبك يا رئيس. يا غبي، افرض حد قاطرنا، أنت لو اتقبض عليك مش إشكال، أنا لو اتقبض عليا أنا ثروة قومية يا ابني. ها، فهمت الخطة؟ فهمت يا رئيس. أوعى تبوظ حاجة. ما تقلقش يا رئيس. يلا بينا. يلا. الشنطة. شنطة ايه يا ريس؟ الشنطة يا غبي. بعد اذنك يا باشا هسألك سؤال. اتفضل اسأل. التلخفينة اللي احنا فيها ديت، انت راكب السوبر نت ده ورايح على فين؟ ما تخليك في حالك وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. انا رايح الكلية، اروح ازاي بقى؟ دي طريقتي، طريقة ظباط. كلية؟ امال ايه؟ طمنتني. لا طمن قلبك باشا. ايه؟ اتك على الصبر شوية. وانت يا سفينة، خلي بالك من ابويا. في العندي قبل العندي. ربنا يستر على ابويا. يوسف، انا كنت متاكده انك كنت بتضحك عليا. وايه البصه دي؟ هو انا عريان ولا ايه؟ هضحك عليك ليه يعني؟ لا 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 يا باشا، الشغل الخطا ده ما بحبوش. استاذن انا بقى، ملاسي عليكم. الصياعه ادب والشقاوه صمت. لا اله الا الله محمد رسول الله. الملاسي عليكم. سلام يا واد. سلام يا باشا. انا كنت متاكده اني ما انفعكش يا حضرة الضابط. يا انجي فهميني بقى. انجي؟ يا بنت بهزر معاكي، ما انا عارف انك حبيبة. هو انا لو كنت عايز اهرب منك كنت كلمتك في التليفون وقلت لك تعالى شوفك قبل ما اسافر؟ يا حبيبة انا هربان من فضيحة. طب غلطت مع انجي؟ انا ما شفتش غباء في حياتي بالمنظر ده. امشي انت دلوقتي يا حبيبة، وانا اول ما اوصل هناك هكلمك في التليفون اشرح لك كل حاجة بالتفصيل. ايه يا عرب تجي في التلاجة؟ يا باشا كلاتلي كلاتلي. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. هو نجح في الكليه ولا ما نجحش؟ انت لخفينا دي. صباح الخير يا باشا. اهلا يا ابني، صباح النور. ياه، ما شاء الله الشرطه يعني مقاساتها اتغيرت خالص. كوميدي وكده ولا ايه؟ ده كوميدي فعلا. انت قاعد عايز تجنني؟ ده انا بسببك هطلع امك. اطلع بره بيتي يا حيوان، بره، كون في داهيه.
باشا باشا. سوري سوري سوري. تعالى يا باشا، الشعب خير من الشرطه يعني. تشربوا شاي؟ انا عايز شاي من فضلك. خليهم اتنين والحساب عندي يا حاج. من فضلك من فضلك، انا هحاسب على حاجتي يا باشا. انت جاي عليا يعني؟ صح. أنا سؤال بايخ يا باشا، وانت رايح فين؟ برافو عليك، فعلا سؤال بايخ. اصل انت يعني لابس كليه الشرطه والاوتوبيس ده ما بيروحش الكليه. ما انا عارف، وما تسالنيش رايح فين، وبص قدامك بقطفك دي. حاضر يا باشا، حاسبي على الشاي. هات هات. ايه الشنطه يا حبيبي؟ خليك هنا. ما اجي معاك ريس، اجي معاك. واحنا رايحين نوزع. خليك هنا، مش لازم حد يعرف ان انت معايا. خليه يدخل بسرعة. باشا عمنا، بنت عمنا. يا سلام يا باشا، سبحان الله الخالق الناطق المرحوم. طمني كله تمام يا بطل؟ عيب يا باشا، ده انا نخنوخ. وفلوسك اهي يا بطل، وراس الترمايه اهي يا باشا. المؤاخذه دي رجله، راس الترمايه اهي. دي ريتو. ايه ده؟ وين راس الترمايه؟ فين؟ يا نهار اسود، راس الترمايه فين؟ لا مش نخنوخ اللي يتسرق. اخلص يلا، الكلام ده ما يكونش معايا انا. انت عارف ايه؟ فاهم يا باشا. يا باشا الشرطه اتلخبطت والله، ما عملت خنجر، عامل نفسي كليه الشرطه. وانا وانا مفيش حد يقدر يضحك على شامخ بيه. يا باشا قتلته والله، قتلته بايد دهبشه. ضلك يومين لو ما جبتش راسه الماي، انت عارف هيحصل لك ايه؟ ارموه بره. والله يا باشا قتلته قتلته. مش نخنوخ اللي يتمسك كده، مش نخنوخ اللي بيتعمل فيه كده، مش نخنوخ. ايه يا كبير، في حد كلمك؟ انا حد يقدر يكلمني؟ انا نخنوخ بس حلقت. هات الشنطه. معاك يا كبير. اوقف وانت بتكلمني، اوقف بص لي وفهمني. اوقف 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 اوقف. ماما حبيبي وحشتيني قوي. وحشتيني وحشتيني قوي. يا كمان. اهلا يا ويكي. اهلا يا عم. ناني بنتي. هاي ازيك؟ الله يبارك فيك ويحفظك. وليد صاحبي. اهلا وسهلا. انت ايه البدله اللي انت لابسها دي؟ اكيد مش اغرب من البدله اللي انت لابسها. مش وقته حبيبي، تلاقيك ميت من الجوع. يلا عشان تتغدى، الشنطه هما هيطلعوها. بيلمان طلع الشنطه. أنا المكان ده معصبني. غريبة يا عمي، مع إنه مكان هادي وجميل. أنا كده الأماكن الهادية بتعصبني. أنت براحتك يا باشا، اعمل اللي أنت عايزه. خيري. سوري، أنا طالع فوق أحضر له المفاجأة. ها؟ طيب عن إذنك يا سونت، عشان عندي مشوار. يلا وليد. يلا يا حبيبي. إيه الجو ده؟ إيه يا ماما، هو في إيه بالظبط؟ مفيش حاجة يا حبيبي، لكن قول لي إيه حكاية البدلة دي؟ انت مش قلت انك سقطت في كليه الشرطه؟ بابا مصمم ان انا ما اجيبش سيره لحد اني سقطت. اصله عارفه يا حبيبي، ابوك اخد فلوس من الناس على حس انك تخدمهم لما تتخرج. مفيش فايده، ابوك عمره ما هيتغير. Ooh.